وهذا كله لقد أخبرتك مراراً أن تتفقد واجباتك قبل النوم يا نوبي. أنت مزعج جداً. توبخني لأن ليس لديك واجبات ودراسة مثلي. ما الذي تقصده يا نوبي؟ الدوام في المدرسة والواجبات المدرسية ولقاء الأصدقاء لحل الواجبات أيضاً، فضلاً عن الأعمال المنزلية التي توكلها أمي إلي. أتعرض لضغوط ومشكلات كثيرة أنت لا تعرفها. أما أنت فتقضي وقتك جالساً في المنزل بين لعب ونوم. وأنا أيضاً مشغولاً بما فيه الكفاية. حسناً، ليتنا نتبادل الأدوار. إذن ما رأيك أن تصير مكاني؟ آلة التغيير. ستبدل الأداة بينك وبيني يا نوبي. أتعني بالتبديل يا دورايمون أني سأصير أنت وستصير أنا؟ أجل، سيصير شكلي مضحكاً. هل ستوافق؟ موافق. بدلينا يا آلة. جيد، تم التبديل. بهذا صرت أنت أنا وصرت أنا أنت. لم يتغير أي شيء يا دورايمون. سترى التغيير بنفسك. اسمع يا نوبي. نعم يا أمي. ها؟ لقد ناديت نوبي ولست أنت. هل أنا دورايمون؟ بلا شك. رأيت؟ أنت محق؟ نوبي، لما لم تذهب إلى المدرسة؟ هيا أجبني. لقد تأخرت. حسنا، سأكمل نومي. أشعر بالتعب ولا تزال الطريق طويلة إلى المدرسة. تقول هذا، إلى متى ستظل مهملنا؟ ما حدث اليوم لن يتكرر ثانية. أرجو ذلك يا نوبي، أعطني واجب اليوم لكي أراه. لم أكتب. نوبي! إنها قطة. نيام نيام. دورايمون ليس هنا يا قطة. ها، تذكرت أنا دورايمون. أفهم ما تقوله القطة. نيو نيو. ها، شجار؟ أنتما توقفا عن الشجار، إنه أمر سيء. حسنا، قل لها يا سونيو. لا أعرف الحل. وأنت يا عملاق. وأنا لا أعرف. وأنت يا نوبي. 4-1/3. يا إلهي. الإجابة صحيحة يا نوبي. نوبي يا كسول. هذا مؤلم. سأرتاح قليلا، فأنا متعب. دورايمون، هل ساعدتني قليلا في بعض الأمور المنزلية؟ أجل. شكرا لك. اغسلي الثياب ونظف حوض الاستحمام والفناء، ثم اصلحي السقف لان الماء يتسرب، ثم اذهب بعد ذلك الى الحديقة، اريدها نظيفة، ثم عودي الى البيت. انتهيت اخيرا. لقد انهيت. لقد عدت. انا ذاهب. انتظر. عليك ان تنهي واجباتك الدراسية قبل ان تذهب للعب بكرة المضرب. من المستحيل ان يفعل نوبي شيئا كهذا، اليس كذلك؟ بلى، لا يفعل. وداعا. مهلا يا نوبي. أرجو منك أن تنظف أدواتي جيدا. تحرك. أدواته كثيرة جدا، ستغيب الشمس وأنا أنظف. لما لم تخبرني أيها الولد الكسول؟ ما هذه العلامة؟
هل يعقل يا ولد أن تحصل على الصفر؟ هذه إنها. كيف كان يومك؟ أليست حياة نوبي صعبة؟ وأنت كيف كان يومك؟ أليست الأشياء التي أفعلها متعبة؟ لم تكن بهذه الصعوبة. أنت محق، الأمر سهل. أريد المشاركة في مباراة كرة المضرب. لن أدعك تشارك في مباراة مصيرية كهذه. لماذا؟ أريد أن أشارككم في اللعب. تسأل لماذا؟ هذا لأنك لا تجيد اللعب. لن يشارك إلا اللاعبون المحترفون أمثالنا. وما أدراكما، ربما أستطيع أن أحقق الفوز لفريقنا. أنت ستحقق الفوز لنا؟ يستحيل أن تحقق لنا الفوز في المباراة. يستحيل. كما سأريكما كيف سأحقق الفوز. نوبي. إذن لا بأس، سأدعك تشارك في المباراة يا نوبي، ولكن إن خسرنا المباراة بسببك فسنلقنك درسا قاسيا. كنت سأقول ذلك. قل لي يا نوبي، هل أنت واثق بأنك ستنال الفوز في المباراة؟ أجل، وسيكون فوزنا هدية لك يا شيزو. سأتدرب. من الصعب أن تنال الفوز. سأبذل جهدي في التدريب. الأمر ليس سهلا كما تظن. واثق بأنني سأنجح. ماذا جرى؟ أين نوبي الذي يستسلم بسهولة؟ هدف واحد ورميتان خارجا. الضارب التالي هو مانوري تسيوشي. استعد، اضرب. واثق بأنه سيحقق لنا الفوز في هذه المباراة المهمة. تسيوشي، حل رباط حذائك. أهدبوا لبطة. حسنا، سأريهم. كانت فرصتنا الأخيرة، سنخسر بلا شك. ولا سيما أننا نفتقر إلى اللاعبين، لم يبق إلا اللاعب الضعيف نوبي. لقد تحملت تدريبات قاسية لأنال الفوز في هذه المباراة، وأنا واثق بأن جهدي لن يذهب سدى. يبدو أنك تستخف بقوة ضربتي. اضرب الكرة. خذ هذه. اركض يا نوبي. هيا اركض بسرعة أكبر. اركض اركض. افضل ما في وسعك. آمن. أجل، وتعبت كثيرا. علي كتابة واجباتي، سيوبخني المعلم إن لم أفعل. أنا من سيكتب الواجب. من الصعب عليك أن تكتبها يا دورايمون. سأنجزها بنفسي. أدركت أن حياتك ليست سهلة. وأنا أيضا يا نوبي، أدركت أنك تواجه صعوبات كثيرة. كلانا يواجه صعوبات كثيرة في حياته. أنت محق، لنعد كما كنا، أي أنت هو أنت وأنا هو أنا. حسناً. نوبي. أهلاً شيزو. كنت أبحث عنك يا نوبي. ولماذا تبحثين عني؟ كنت مذهلاً. شكراً جزيلاً. تقبل مني هذه الحلوى يا نوبي. لقد صنعتها لك بنفسي. شكراً جزيلاً، لم أفعل ما يستحق هذا منك يا شيزو. لقد كنت رائعاً.
ما زلت ما في وسعك ونلت ثمرة ذلك. لذا اضحك وابتهج. إلى اللقاء يا نوبي. ها؟ اقتسمها معي يا دورايمون. سيزون فتاة لطيفة. إلى اللقاء، أراك في الغد يا نوبي. مستحيل مستحيل مستحيل. هيا هيا نعود إلى طبيعتنا. هيا هيا لنعود. اهدأ يا نوبي. هيا هيا